اللهم صل على الحبيب صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام. معانا النهارده خلفان لحم، ومعانا غنم والده، ومعانا معيش سام، ومعيش بور. عرض اليوم اللي معاك خلفان، معايا خروف لحم اخر بضاعه في الدنيا. فرجنا عليه، خش يا حاج، فرجنا عليه بعد اذنك. لحم برضه شد يا حاج، فرج الناس على الخروف. الله يبارك فيك، انت عايز فرجه يا حاج؟ حماده امسك الخروف. فرج يا محمد، جر يا حبيبي، جر. اللهم صل على النبي، جر كده يا حاج، جر كده. الخروف يا حاج، مش عايز فرجه. دي مش عايز الا فلوس اللي تدفع على دماغه. كام سنه كسر كام يا حاج؟ غيرنا بيعرضوا ب 16,000، احنا بنعرضوا ب 14,000 في النهارده. كام سنه السعر؟ اثنين، كسر اثنين. يا راجل لا. طب قرب هنا. قرب يا ابني. كسر جوه. ما شاء الله اثنين يا حاج، كسر جسم طلعهم جديد. الرجاله بتعرضوا ب 16,000 و17,000، احنا بنعرضوا ب 14,500. انت كنت بتقول لي اللي عايز يشتري كده هيبقى بكام الخروف لو كده؟ الكيلو ب 200. الخروف بكام والحوليه؟ الكيلو ب 200 هنا، والكيلو ب 180 في الانتاج. الاثنين مع بعض بكام؟ ب 25,000. واللي عايز بالكيلو يشتري؟ واللي عايز كده ياخد كده ياخد، واللي عايز بالكيلو يشتري. الكيلو في الخروف بكام؟ ب 200 جنيه؟ ب 200. والحوليه ب 180؟ الحوليه ب 180. واللي كان ب 25,000 بقى وشرب. طب الناس اللي عايزه تعرف كده، عشان لو الفيديو مش جايب، تقريبا وزن الحوليه كام والخروف كام؟ الخروف بسم الله ما شاء الله يعني يعدي 75. يعني عايز يستلم ميزان، يستلم ميزان ب 200 جنيه الكيلو. 200 جنيه. يقف بقى لحد العيد ياكل برضه علف، لانه عايز ياكل علف. والحوليه؟ والحوليه ب 180. طب ما تقول لنا سن الحوليه قافله دي ولا كسره كام؟ ست سنات جديد يا عم. طلع الخلاصر يعني قافله جديد اهو. قافله يا حاج، مفيش خمس لسه مقفله. قافله يا باشا. والخروف كسر اثنين، الاثنين ب 25,000. 25,000. رقم التليفون للتواصل؟ دول خمس وحايل 6 8 0 3 6. طلع الحبيب قلبك كتير. عندك غنم تاني وجديان؟ عندي ثلاث نعجات والدين وراهم اثنينات. ثلاثة والدين وراهم اثنينات. والمعيز؟ وعندي معيز سامي ومعيز ضرايبي ومعيز خليط بور. تزورونا ان شاء الله بعد الفيديو ده باذن الله. الله اكبر. اشوفكم على خير، ما تنساش لو عجبكم الفيديو لايك عشان يوصل لكل الناس. السلام عليكم.